يا اخي. حنمشي طوالي لنير الابيض والكبابيش. يعني عبد الله من ابناء الكبابيش اللي استقروا في الجزيره وبقيت ود منطقتين، والمنطقتين اي واحده فيهم خلينا نقول التنافس بيناتهم من الكرم وللشجاعه وللسخاء ولغيرها من التفاصيل الجميله، واي منطقه فيهم عندها خصوصيتها. خلينا نعرف برضه عبد الله كتب شنو في الغزل في الفخر وفي المنطقه بصوره عامه، والكبابيش والجزيره بالتاكيد عندهم تاثير فيك يا عبد الله. والله المنطقتين يعني مناطق كرم وشجاعه وتهيل السودان كله عامة بدون خصوصية. بقول من حلاله نازل من حلاله عرقنا، وما تمادينا لحق زول مشينا سرقنا، أزعل ربي الله اللي بقدرته مرقنا موت واقفين كان مخونا أرض رفض وسيتواتنا الرجونا ياها زمان لان خاوي الصعوب لان جالس النسوة نموت فقدنا ويد نعز للسودان عشان ما نزعل الدعجة قرينا ولا احمد ربي مما قمت انزلت ترى يا اخويا فوق عزه ونشام ربيت ابشر والله اكرم الضيف حدار اللي انشبك سوميته ما تقنع على جارتك بس الله يتبشر احمد ربي حمدا منه حامد وشاكر اهل اشراف وما فيهم بيصبع عاكر اكان بتوسط الجارات وليهم فاكر اموت الليله ما استنى ليوم باكر اهلي شراف عند الفرقه طب ما بكون سد كقا ما فيهم بغير لون بزعل ربي الخايق النمل بعونه تمرق رحنا سد كان الصديق من خونه مرحبتين حبابة هل إني فوصن طيبة مرحبتين حباك ولا شكك لا ريبة ديل في الدواس حرم جراري قنيبة والمنقشت يا الليمون روح قريبة نحن القوة نحن العزة نحن الدانة نحن في المعارك قضب اللي بقول برجان وكسخن الجو صح قلب رطانة إبليس ذاته آمن واختنع يا فلان كبابيش أهلي ما بنحسب حساب لقروش ونحن ولدنا الحراد بخش هتوش زغرة هسا الليمونة ست من هوش مسافة صغيرة الريسان تجي كشكوش يا سلام كبابيش اهل هي غابت اللي صدق يخش رجالا صح وكذاب اللي بقول لك اخش الزول الصعوب من الارض من قش والدائر الدواس يا سمحه وقت الرش كبابيش نحن ساعين ومسرم عرقوب وعارفين العمر لابد نهاية الطوب المنقش تحرم لي يقول الروبي يبلي ذاته قال لا قانا برجع يقول نحن نفزع المدروكة عليها الحاجة والله غدره عندها نحن فوق الحاجة بعد شلابنا للزول الزمان معاجب الله يسلم انقصرنا من الواجب الله يسلم انقصرنا من الواجب لا ما بتقصروا اي زول مشى ارض الكبابيش وارض الجزيره عارف الكرم وعارف تفاصيل المنطقه